اللقطه. اللقطه الثانيه قررنا ان احنا نعرض لكم بعضا من تدريب النادي الاهلي دون الدخول في تفاصيل فنيه، بس بشكل جديد عشان تعرفوا وتطمنوا على حاله اللاعبين. ممكن ما تكونش بالصوت لكن بالصوره هتقدر تفهم وتعرف ماذا جرى داخل النادي الاهلي، ايه اللي حصل داخل النادي الاهلي. من امبارح بنصور والنهارده كمان بنصور، فمعاكم تاني جزء من تدريب النادي الاهلي سواء كان من الامس او من اليوم عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل وتطمن على فرقتك وتطمن على تمرينك وتطمن على الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي. من امبارح بدات الفرقه التمرين يا جماعه، وكانوا في حاله بسرعه خرجوا من الخساره ورجعوا جري للتدريب. وادي الحراس الاربعه الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، وبدا اشرف داري يدخل مع الفرقه بقوه، حسين الشحات النجوم نجوم النادي الاهلي، ادي امام عاشور بعد الكثير من الشائعات والاشاعات بيتمرن وبيتمرن بجديه، مجدي قفشه وكلام كتير اتقال وخناقه قفشه وخناقه عاشور، خناقه مين؟ خناقه مين يا عم؟ الاهلي ما فيهوش الكلام الفارغ ده، خلصت حدوته خلصت، والجديه تبان من بدري، والمرحله القادمه هي مرحله هامه جدا للنادي الاهلي، هتشوف قد ايه شكل اللعيبه بجديه، اللعيبه الدوليين حرصوا ان هم يكونوا موجودين في التمرين، امبارح كان في لقاء كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد رمضان في اول لقاء ليه مع اللاعبين مستر مارسيل كولر، كابتن سامي قمصان عاد الى دور الفني وسلم الدور الاداري الى كابتن محمد رمضان. بتشوف على طول الاصرار، بتشوف الجديه من البدايه، كل لعيبه الفرق الاخرى اللعبات الاخرى معظمهم استنوا في المدرجات عشان يستمتعوا بالتدريب. كولر جاي يعني سان سنانه، خلاص اللي فات فات واللي جاي واللي فات على فكره كله كان حلو باستثناء حاجات قليله جدا، لكنه تدريب النادي الاهلي تعمدنا ان احنا نوريه لك بالتفصيل كده عشان تعرف الجديه، تعرف الاصرار، تعرف حتى التوتر والقلق اللي موجود، لانه القلق هو ظاهره صحيه، الكل عايز يشتغل، الكل عايز يحقق انتصارات للنادي الاهلي. وزي ما حضراتكم تابعتوا قد ايه اللعيبه الدوليين اتمرنوا وجريوا النهارده على معسكر المنتخب، كان ميعادهم في تمام الساعه الثانية ظهرا أو عصرا، وده أول اجتماع، أول لقطات كابتن محمد رمضان مع كابتن ياسر لبيب، ده بيبو كرة اليد، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي نجوم فريقنا الوطني لكرة اليد. قد ايه بصوا يا جماعة، دي فرحة النادي الأهلي، دي سعادة النادي الأهلي، دي روح النادي الأهلي، تغيب تروح تيجي لكن أنت في النادي الأهلي. ويبدأ الجهاز الفني والإداري لفريق كرة اليد ناشئين، حلوة المدرجات وهي مكتسية باللون الأحمر، الصورة الجميلة اللي انت شايفينها. ثم هذه الصورة الأهم هذا اليوم، صورة كابتن محمود الخطيب مع كابتن محمد رمضان، ويبدو ان احنا داخلين على مرحلة جديدة، مرحلة هامة، المرحلة دي مهمة جدا جدا، هنقول لحضراتكم عليها من خلال بعض الاتصالات الهاتفية اللي هتكون مهمة جدا جدا في حلقتنا النهاردة. بيبو ورمضونة أو مارادونا كنا بنسميه كده، كنا بنقول له رمضونا، صاحب الهاتريك الشهير في آخر مباراة في حياته أمام الإسماعيلي لما الأهلي فاز 4-3 وفاز ببطولة الدوري العام، وبعدها في مفاجأة مدوية أعلن اعتزاله كرة القدم، تولى منصب مدير كرة القدم وقطاع الناشئين والعديد من المناصب وكلها نجح فيها. من امبارح نروح للنهارده، تدريبة النهارده قلت شوية لأنه لعيبة المنتخب راحوا بسلامة الله لتدريب المنتخب، وبدأ النهاردة التدريب من غير لعيبة منتخبنا الوطني. الجميل انك هتشوف رضا سليم وهتشوف أشرف داري وهتشوف عطية الله وهتشوف الجداد وكأنهم بقالهم سنين داخل النادي الأهلي. أدي يحيى عطية الله، الابتسامة بتقول اللي جاي أحلى، اللي جاي أجمل، اللي جاي أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. وأدي عمر كمال، خلاص كله سكت، كله ركز، كله بيفكر في اللي جاي، لأنه عارف إن يوم 18 مسافر على الإمارات، ويوم 20 عنده أول مباراة مع سيراميكا، وده تقليد موجود على فكرة دائم في النادي الأهلي. التحية رغم أنه بيبقى كولر مع اللعيبة في اجتماع، لكن النزول في الملعب دائما وأبدا بالتحية والسلام والاطمئنان. وادي هتلاقي بقى ميكس ما بين الصغار والكبار، كل واحد عنده أمل أنه يمثل النادي الأهلي، كل واحد عنده أمل أن ينول شرف أن يكون لاعبا في النادي الأهلي. كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله لفريق كره بالنادي الاهلي ولكل الفرق. هنا ادي تحيه من نوع خاص لرضا سليم، وكل شويه اللعيبه كلها بسعاده وفرحه وابتسامه، ويا رب ان شاء الله يكون موسم خير على النادي الاهلي.